انا ما عم لف ودور. لا جاي بدك شيء، انا متاكد. قولي شو بدك، عم اسمعك، لسه في معي وقت. عم اقول لك الحقيقه، فتت لهون بالغلط. قصدي اذا في شيء بدك تقولي لي اياه ما تخجلي احكي. يعني اذا كان في شيء بدك تحكي انا هلا موجود هون، فيك تقولي لي. انا ايه موظفة عندكن بالنادي، ما في شيء إلا يا غير بالشغل. كل العالم بتعرف هالشي، برا الشغل ما عندك شيء تقليلي عنه؟ أكيد أكيد لا. يعني جاي لهون مشان تراقبيني ما هيك؟ ما في سبب تاني بيخليكي تجي لهون؟ شو؟ ليش لحتى راقبك يعني؟ طيب أنتي ليش جاي لهون؟ واو، يعني انتي مانك مجرد رقاصة، لا يمكن عندك نوايا تانية. ممتاز، اخيرا اثبتي لي انك انتي مثل هدوك البنات. قلت لك اني فتت على هاي الغرفة بالغلط. ليش عم تحاكيني هيك وتتهمني هالاتهامات؟ جيتي لكان بالغلط لهون ما هيك؟ فهمت يا رقاصة، انا بعرف حركات البنات اللي مثلك حافظها بصم، وبعرف الخطط اللي بيعملوها. هي القصص قديمة وكل هذا لتوقعوا الشاب. لك انت ليش دايما بتفكر انه عندي نوايا سيئة؟ اه؟ بعدين كيف تسمح لحالك انك تشكك هيك بأخلاقي؟ مين مفكر حالك؟ اه؟ مفكر حالك أحسن من غيرك؟ اسمعني، ما بسمح لا إلك ولا لغيرك تجيب سيرتي بكلمة أحسن ما يصير شي ما يعجبك. انتبه، اسمعني منيح شو بدي إلك هلا. كلامي هاد آخر تحذير إلك، إذا بدك إذا بتفكر مرة تانية إنك تزعجني حتى لو بكلمة واحدة، تذكر إني رح ردلك إياها، ورح يكون الرد قاسي ما بتقدر حتى إنك تتخيله. ماشي؟ مو معقول، هدول الشباب كيف بيزبطوا البنات بدون ما يتعذبوا؟ ريدوي